زعيم آسيا الهلال السعودي يتفوق على بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية عن طريق ركلات الترجيح اللي لاحظت فيها شغلة عجيبة غريبة. الليزر ضار بعيون لعيبة الهلال كلهم خمستهم اللي شاتوا البلنتيات من أول واحد لآخر واحد، ما فارقهم الليزر، مركزين عليهم. كيف دخلوا الليزر؟ كيف هربوه؟ كيف قدروا ينشنون ويركزون ما شاء الله لا إله إلا الله بالليزر على عيون اللاعبين؟ لكن الصراحة كافوا على لاعبين الهلال، كافوا عليهم ألف مرة، إن ما خلوا أي شيء يأثر عليهم، وما كان هناك أي عصبية، وكانوا هادين وكانوا رايقين على الآخر أثناء تنفيذهم لركلات الجزاء. لاحظتوا أنتوا ولا ما لاحظتوا؟ أنا لاحظت شغلتين، كلنا لاحظنا أكيد، شفنا المباراة، كل اللعيبة كلهم الهلاليين كلهم شاتوا أول أربع كرات على يمين الحارس، ما عدا آخر لاعب شات على يسار الحارس وتمكنوا من الفوز. أما بالنسبة لهذه الركلة العجيبة الغريبة المش طبيعية للوداد البيضاوي، يعني كيف ضربت فيها العارضة وردت على هذيك العارضة وطافت عند الحارس، لو كانت ضربة في رأس الحارس ولا في جسمه أكيد راح تكون جول، لكن الله سلم. هارد لك من القلب للوداد البيضاوي، ألف مبروك لزعيم آسيا، وبالتوفيق أمام فلمينغو بإذن الله تعالى. لا تنسوني من اللايك والفولو.